اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه النهارده هيكون معانا كالعاده الحقيقه اساتذتنا ونقادنا الرياضيين الكبار. الحقيقه هم اساتذه في مجالهم، اتعلمنا منهم كتير جدا جدا طوال فتره طويله، مش هقول كام سنه علشان ما نكبرهمش، ولكن خليني الاول ارحب باستاذنا الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام، شرف ومنور. مساء الفل يا فندم. استاذ محمود ازي حضرتك؟ منور يا كابتن. شرف ومنور كالعاده. منور كابتن، ربنا يخليك. ربنا يخليك ايضا استاذ اسامه السويسي. ازيك يا استاذ اسامه؟ ازيك كابتن؟ شرف ومنور. الله يكرمك. النور نور. عارف ان انت مسافر بكره ان شاء الله. فشرف لي ان حضرتك تكون معانا. انا اللي اتشرف في وجود الصحبه الجميله دي من الاساتذه والزملاء الاعزاء. طبعا ربنا يخليك يا حبيبي. ايضا نقدنا الرياضي واستاذنا الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذنا؟ ربنا يخليك كابتن. شرف ومنور كالعاده. ربنا يخليك، انت اللي دايما منور في حبيبي. ربنا يخليك يا استاذنا، ربنا يخليك. هبدا مع حضراتكم الاول هناك نغمه من الاحباط يا استاذ جمال بيصدرها بعض من لا يشجع النادي الاهلي للاعيبه النادي الاهلي في مثل هذه الظروف بعد فقدانك نقطتين مهمين الحقيقه قدام النادي الاسماعيلي. ايه رايك في هذا الكلام؟ لانه الحقيقه كلام احنا اتعلمنا منكم الحقيقه ان احنا دايما طوال الفتره اللي فاتت ان النادي الاهلي دايما ما عندوش حاجه اسمها احباط. طبعا. فانا عايز اسمع برضو حضرتك رايك في هذا الموضوع. بالتاكيد ان دي هي مرحله الاشاعات ومرحله الحرب النفسيه اللي مستمره، حتى لما الاهلي بيكون متقدم عن المنافسين بتلاقي النغمه دي موجوده برضو بس بشكل تاني. الفكره انه انت مش بتكسب مباراه واحده، انت بتلعب دوري متكامل زي ما قلنا. صحيح ان النقطتين اللي خسرناهم او اللي خسرهم النادي الاهلي امام الاسماعيلي حقيقه نقطتين مهمين جدا وغاليين جدا، وكان ممكن ده ما يحصلش. يعني فنيا لو اتكلمنا فيها من الناحيه الفنيه، لا نقول انه النادي الاهلي كان ممكن جدا ما يوقعش نفسه في هذا الموقف. مظبوط. لكن حصل وخلاص، فلابد ان نتعامل مع الموقف على انه ده امر واقع دلوقتي موجود. وزي ما قلت لحضرتك الاهلي كان بيبقى متقدم بفارق كبير جدا، وبعض الناس ما زال كانوا بيبقوا عندهم الامل بيحاربوا النادي الاهلي نفسيا. فالمساله انت طبيعي يعني؟ لا ده طبيعي انك تتحارب سواء كنت متقدما او متاخرا أوكي. عن المنافس، ومش بعيد. صحيح. وبعدين الواقع بقى اللي هو ده اللي يجب ان احنا نتمسك بيه قوي قوي، ان الواقع بيقول انه النادي الاهلي بيلعب في كل البطولات اللي بيشترك فيها لغايه اخر صفاره في البطوله. مظبوط. فبالتالي ما قدمناش غير انه الاهلي يكمل هذه المسيره على امل ان ولو ان ده الاهلي مش متعود عليه، على امل الاخطاء من الاخر من الفريق المنافس. وانا اتوقع وبقول انه لسه الدوري في الملعب طبعا موجود طبعا. يعني حتى ده واضح جدا في تصرفات وتصريحات كل المسؤولين في النادي الاهلي. وانا شايف ان هو ده الطريق الوحيد قبل ان تبدا المباريات الاربعه الحاسمه القادمه. تمام، ناخدها مباراه مباراه يا استاذ محمود. ما نبصش على الكم الاربع مباريات، احنا نبص على مباراه مباراه. لا طبعا، هو عاوز اقول لحضرتك على حاجه، طبيعه الجمهور في الفتره الحاليه مختلف عن قبل كده. يعني اذا انت عندك جيل جديد والسوشيال ميديا قاعده بتطردك في اوضه نومك. يعني دي برضو اعباء على اللعيبه. يعني الوضع بالنسبه للاعب الحالي صعب جدا. هنا مطالب انك انت كاداره كوره مطالب انك انت تقفل على الفرقه، مطالب انك تدي نصايح كبيره جدا، لانه دي مرحله. معلش يا استاذ محمود، ممكن بس قبل ما حضرتك تكمل نقول القائمه الافريقيه، لان تم اعلانها. اعلن الحقيقه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي قائمه الفريق الافريقيه التي ضمت 33 لاعب زي ما قلت لحضراتكم بالظبط: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء وسعد سمير ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود متولي وبدر بنون ومحمد هاني وكريم ندفد واحمد رمضان بيكم وايمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد عمرو السوليه اكرم توفيق محمد محمود حمدي فتحي اليو ديانج محمد مجدي قفشه ناصر ماهر محمد شريف وجونيور اجاييه وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ومروان محسن
وصلاح محسن وولتر بواليا واحمد نبيل كوكا واحمد سيد غريب. ده القائمه الافريقيه للنادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم ماكسيمم اللي انت تقدر تحطه 33. النادي الاهلي وضع بالفعل 33 لاعب زي ما حضراتكم تقريبا كل الاسماء اللي موجوده، واعتقد ده شيء كان متوقع لان انت عندك استبدال 7 ان شاء الله في شهر يناير القادم. قبل ما اخد من كلام اخد على القائمه الافريقيه راي حضرتك. خلاص وده الاستقرار يا استاذ، انت دلوقتي خلاص تلاحم المواسم يا كابتن اسلام صعب جدا على فكره وزحمه. احنا قلنا قبل كده انك انت محتاج في اتحاد الكوره انه كان يفكر فكر لازم يعمل كات الموسم الجديد. انت عارف الدوريات كلها بدات، شفت النهارده الدوري الانجليزي حاجه تفرح جمهور وتفاعل توتنهام ومانشستر ماتش باور قوه حاجه تخليك تتشد وانت بتتفرج. نفسنا نرجع كده زي ما احنا الوضع شايفين. القائمه ده كان شيء متوقع انك بتحافظ على قوام الفريق لغايه الايام اللي جايه. لسه بقى في اضافات اكيد مهمه موجوده هيتم الاعلان عنها تدريجيا، هنخرج مين، هتدخل مين، هتستبدل مين، هتحط مين، ده الكلام لسه ده في المتناول وبتديهولك قائمه الاتحاد الافريقي انك تقدر تبدل فيها 7 لعيبه زي ما انت اشوف. لكن انا يعني شايف الجزئيه طبيعي جدا ان المنافس وجمهوره لازم يصدر لك الاحباط. طب هو خايف من مين؟ ولازم بخايف منك، فانا لازم اعمل عليك لود وضغط كبير جدا ان انا اشتتك، وعاوز اوصل لمرحله ان الفتره اللي فاتت احنا شايفينها بكل عيوبها وساكتين عنها واتكلمنا فيها ولسه هنتكلم ونقول فيها اسرار. هذا الكلام ممنهج، هذا الكلام مش بيتقال كده تلقيا مع كل مباراه. أيوة. لا، شيء واضح الهدف منه هو النيل من عزيمه الاهلي واحباط وتصدير الاحباط والازمات. الكلام هنا بيلعب دور بقى اداره الكوره والجهاز الفني واللعيبه. المسابقه ما زالت في الملعب، الكوره فيها كتير، وحتى لو قلنا وامنا وصدقنا واقتنعنا وسلمنا انه الدوري خلاص انتهى، الاهلي ما بيقفش عند بطوله. الاهلي شوف انت في الفتره اللي فاتت مع حجم الكلام ده في تفكير سنة. في تفكير، لا في تفكير، انت بتاخد درس، الدرس ده ممكن يكون دافع لستة تانين وعشرة تانين وثمانية تانين وتسعة تانين والكلام ده كله، وده الأهم على فكرة. انت هنا مش عاوزك يعني ايه تاخد في نفسك وتعمل عملية احباط للناس اللي عندك، لا انت تفكر الاخطاء اللي هو الاهلي واللي اتعلمناه في النادي الاهلي. انا بقوله وشفناه وتعاملنا مع ناس على مدار السنين دي كلها انه دايما بيقعد يفكر انا ايه الخطأ اللي ارتكبته عاوز اصلحه، اعالجه بشكل مميز، ايه السبب الوداني ان انا افرط في المسابقه بشكل باخر. الكلام ده مننا، انا ما بلومش، ليش دعوه بالمنافس، انا اتكلم عن نفسي. لازم يبقى عندي، ده كان كلام تصريحات كابتن عبد الحفيظ طبعا كلام النهارده طبعا كلام النهارده لازم افكر في نفسي، لو اشوف عيوبي انا فين، انا مش دعوه بالمنافس خلاص. منافسه دايما زي ما قلنا، خلي المنافسه في اطار الملعب، اكسبني في الملعب، بره الملعب ده حسبه تانية انت بتحاول بتعوض بيها اللي هو بيحصل جوه الملعب. مظبوط. فانا عاوز احطك، لازم يبقى تركيزك كله يا كابتن اسلام على انك انت لازم احطك جوه الملعب. طول ما انا حاطك جوه الملعب، طول ما انا عامل عليك ضغط، طول ما انا مخليك مش مرتاح، طول ما انا شايف، ويعني وده كل نقطه عاوزين نتكلم فيها. بقول للمهندس احمد مجاهد، البيان اللي نزل والنبي والقرار اللي نزل انه اي حد يتكلم على اي حد هناخد منه هو كل شويه ناخد منه ايه؟ ناخد منه موقف. الاستاذ والنبي كرتون يعني، ده يعني مثلا كل بعد كل ماتش فرق ماتش ودي، يعني محدش يتكلم. ما قالش على الفرنسيين، ما قالش على الفرنسيين. الموقف على على الايجيبشن بس. لا يعني ده الموقف على مين يا ممكن يكون يعني على مين؟ ده على مين يا رئيس؟ لا ممكن يكون يعني هدف على مين؟ ده لو اتكلم حد من النادي الاهلي هيبقى الموقف على مين؟ ممكن يكون ليك اثنين يتكلموا، اثنين محترفين يعني. عاوز السؤال يعني الراجل ده بيتكلم كل مره بصوره غريبه جدا، عاوز افهم. محدش بيقول له انت بتعمل ايه جدا مهم، ايه الصمت الغريب ده يعني؟ لا هو بس كده محمود، بعد اذنك هاخد من كلامك يعني الكلام اللي اتقال من كارتيرون مع كامل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك كمنافس طبعا، لكن لما تقول ان الاهلي بيلعب مباريات وديه والمنافسين ما عندهمش طموح، يعني انت كده بتتكلم على الاهلي، اتكلمت على الانديه الثانيه وبتشكك في مبدا اللعب النظيف. هو بيتكلم عن نفسه، خلي بالك. لا لا انا عايز اسال سؤال بس يا كابتن اسلام، دلوقتي الانديه ما حدش رد، الانديه ما اعترضتش، اتحاد الكوره ما خدش موقف. ايوه الاعلام بتاعنا فين؟ لما السيد عبد الحفيظ بيقول كلمه بتلاقي الاعلام كله يطلع يقول ما يصحش وما ينفعش والاثاره والفتنه والتعصب. طب انتوا فين من الكلام ده؟ طب انت سيادتك يا ميسي وكارتيرون فين من المباراه الاعتزال اللي احنا شفناها من ساعات دي؟ مش دي مباراه كانت وديه؟ منتهى الوضوح اهو، بقولها بمنتهى الوضوح، كانت مباراه وديه، كانت مباراه وديه. مش ممكن يكون الاسماعيلي اللي لعب قدام بيراميدز وبعدها باسبوع لعب قدام الاهلي وعمل العروض دي بعدها ب 48 ساعه يبقى بالشكل ده؟ ما يمكن قد يكون يا قد يكون مع كامل الاحترام، يبقى ما تتكلمش عن ده.
ما تقولش ده اللي بيته اللي بيته من ازاز ما حدش نفسك يعني بس كده ما يسالش سؤال عشان يتاكد ما يدوش الناس يا كابتن اسلام زي ما اسامه قال ما يدوش الناس للسكه ده. انا الحقيقه استغربت موقف كابتن علي ابو جريشه موقف كابتن حسني عبد ربه دون ان يسالهم احد. يعني تخيل انا بقول لك ايه رايك في مباراه الدوري النهارده؟ قال لهم خلي بالكم اوعوا تفكروا الاسماعيلي ممكن يلعب كده في مباراه الزمالك. ايه ليه كده؟ لا يعني لا يمكن قد يكون من الضغط اللي على كابتن علي ما حدش قال له حاجه ده الكلام كان على الماتش. كابتن حسني قال لك هو في فريق يعني يحط له 3 ماتشات في 10 ايام كان حد كان اكله دسمه مثلا فمعدته يعني انا الاهم اللي قاله اسامه واكده استاذ جمال والاستاذ محمود اللي هي فكره ايه احنا ليه بنحط مساحه ضبابيه وبعدين تحاسب الناس ده المهم بالظبط حاجه لا شيء لا يصدقه عقل الحقيقه ثم بس انا عشان ما شايفهم الراجل اصلا راجل فرنساوي اولا ضيف عندنا ثانيا وده الاهم ممكن يكون ليك 2 محترفين اجانب يتكلموا بره قرارات اتحاد الكوره زي المشاركه كده بتاع اللعيبه يعني هو يقدر احنا لينا 5 لا بس على فكره لا في الكلام 2 كلام 2 بس انا عايز اقول لك مش شمال يبدا عشان هو الفرنساوي مش شمال ممكن طب ما هو مبيتسو بيتكلم انجليزي ما هو مبيتسو اتقال له تحذير وخد تحذير من اتحاد الكوره انه ما يتكلمش في جزئيه بس انا ما اعتقدش الضغط لا لما قال ان الاتحاد بتاع جنوب افريقيا ريح فريق صن داونز قبل المباريات بتاع ده قبل ايوه في البطوله الافريقيه اتقال والدنيا كلها كمان اتكلمت والاعلام اتكلم كمان. انتوا واخدين الموضوع بجد اصلا الموضوع لما قالوا لمستر بيتسو يعني انا عارف ان هو بيحب يقولوا له بيتسو مش موسيماني الراجل اصلا كانوا بيقولوا له ان اتحاد جنوب افريقيا زعلان منك انك بتكشف اسراره انه قال انه رايح فريق فانت ليه بتقول كده الناس اشتكوا ان انت بتقول حاجات عرفتها في جنوب افريقيا وبالتالي يا جماعه انتوا واخدين الموضوع جد قوي الموضوع اصلا الكره المصريه عماله تخسر وانتوا قلتوا الدوري الانجليزي شوفوا كمان دوريات حوالينا شوفوا بعض البرامج وكابتن سمير محمود عثمان كان بيحلل في واحده من القنوات في برنامج لطيف الحقيقه عن الدوري السعودي الحقيقه مشهد الكاميرات مشهد رائع وبعدين تكتشف كمان انه يعني ام الكوارث ان احنا عندنا كل المعدات عندنا كل الكوادر وده حقيقي يعني وبعدين الناس دي بتعمل فينا ليه كده اصلا تكتشف كمان انه ما حدش واخد بالبروتوكول يا كابتن اسلام بروتوكول 3 ساعات قبل الماتش يروح الكرو علشان يشوف وضع الكاميرات علشان مراقب المباراه وحكام المباراه يبقوا موجودين في تركيب كل الادوات بتاعه اوضه الفار دي او كابينه الفار وبالتالي الحقيقه شفت المشهد يعني عارف ما يصعب عليك من حد لان انا متاكد ان مصر العظيمه دي كل الامكانيات متاحه ومش من سبيل يعني التكرار لا هفضل اقولها لهم في مصر الجديده شفنا في الكان 2019 نسخه دوليه حقيقيه صحيح. في كاس العالم لليد نسخه دوليه حقيقيه اعتقد دكتور حسن مصطفى قدم نموذج رائع مش بس مبارك له اعتقد بقى ان اللي انتخبوه بالتزكيه دول بقى يعني مش الجيزة وكوبري عبود لا دي أوروبا عشان ما قالوش آسيا وأفريقيا لأنه قدم كثير عشان كده لمسته بانت في الاتحاد المصري يا جماعة نحن نحتاج شخصياتنا اللي استثمرنا فيها في كرة القدم تحزو حزو نفس الشيء فتقدم نموذج لاتحاد كرة يلم كل اللي انتوا بتقولوه ده بقى ساعتها يجيب واحد فرنساوي يتكلم مع الفرنساوي واحد انجليزي يتكلم مع الانجليزي لان هيقولوا لنا الترجمه ما بتظهرش على الشاشه أيوة. والله لو جيت تقول كده اقول لك الترجمه ما بتظهرش على الشاشه ده المايك ما بيروحش للصحفي وهو بيتسال مش ممكن يعني في المؤتمر الصحفي وده مهم جدا فارجو ما تاخدوش الموضوع بجد يا جماعه علشان في جمهور محترم وفي شعب مش عايزين نوديه محل ما عايزين ياخدوه على سخونه الكوره اللي هي لعبه متعه ولعبه امن قومي في لقطه امبارح عدت على الكل ما حدش خد باله منها اه انت شفت جهاد جريش في الشوط الثاني لما وقف 5 دقايق بيتكلم مع قبل بدايه الشوط الثاني مع كل اللعيبه والجهاز الفني كان بيشرح ايه يعني بيقول لهم اول مره عني. اشوف كده هو بيقول لهم يا جماعه تفكروا ده بمزاج افهم عنه والله ايه انا اول مره شوية. اشوف في حياتي انه حكم واقف بيبرر على ما يبدو قراراته اللي حصلت في الشوط مش مطلوب ان هو يبرر انا مستغرب جدا لا حتى عامل غرف اللبس بيتكلم معاه لا حتى عامل غرف اللبس يا اسامه ها كان بيتكلم معاه نفسه في الاخر وقف كارترون وقال له كلمتين انا بكلمك لا انا بسال لا انا عاوز اقول لك ايه دي حاجات جديده احنا بنشوفها ولسه هنتعلم منها كتير جدا في المرحله والمراحل الجايه يعني انت بتطبق القرار وطالع والدنيا اتقلبت عشان سيد ابو حفيظ طلع قال كلمتين ايوه
عبر بيهم. طب عاوز افهم يعني كرتون ده يعني ان شاء الله يعني يعني عنده حصانه مثلا يعني ولا ايه يعني يعني عاوزين لو طلع مسلمان قال الكلمتين دول المنافس بتاعنا اللي بيلعب عنده كذا عارف كان يعمل ايه؟ كان طلع بقى اسماء بعينها طلع يدينا دروس في الناس تطلع تدينا دروس ده معلق المباراه معلق المباراه امبارح على الهوا يقول لك ايه يا جماعه انا عندي معلومه جاتني ان الفار مش شغال في الملعب يا ابني عيب يا ابني غلط لمصلحه مين تقول الكلام ده بس شغال قال لا لا ده انا بكلمك ده بعدين خطر ده بعد الكلام غلط كلام غلط انت ايه هدفك معلومه غير غلط المعلومه تقول لي جاني في البيز ان الفار مش شغال وهنشوف يا جماعه غلط لا وفي لا وبعدين تكلمنيش على التعصب يا كابتن عصام وما تكلمنيش على الكلام ده بص طالما دخلت الامور الى هذه الدرجه ولو الكلام ده اتقال لصالح الاهلي ولا حد قال مش هتسكت الدنيا هو لصالح اي حد انت بتتكلم انا بكلمك اهو ده في لعبه الكوره يا كابتن المفروض من غير ما حد يلفت نظره الى ان في تصريحات خرجت عن الخط زي تصريحات كارتيرون المفروض هو اتحاد الكره عنده اليه جوه استاذ جمال لمراقبه كل الحاجات دي استاذ جمال ما ياخد قرار على طول ما حدش بيقدر يستناش استاذ جمال لما تكون من سيد عبد الحفيظ ما هي دي المشكله المعلق شخصنة. المعلق امبارح يا جماعه المعلق امبارح في لعبه اترفع عليها اوفسايد قال لا بقى ما هو كده ما ينفعش اتهلنا تاني نشوفها انا ما فهمتش هو يقصد ايه لا طبعا يعني طبعا انت موجود لمراقب لو ادونا لا حضراتكم يعني كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات عن ظاهره المعلقين المشجعين انا بتكلم على ده تحديدا لا انا بتكلم على لا ده مشجع رقم واحد اصلا هو ده معروف لا بس انا بتكلم بشكل عام طبعا بس انا بتكلم بشكل عام لانه في النهايه كانت ظاهرة واضحة جدا لكتير من الناس وناس كتير اشتكت واكيد اشتكوا لحضراتكم طبعا عارف الحل ايه يا استاذ كابتن اسلام الحل في الموضوع ده انك تكتفي بالوصف التفصيلي ما تقولش رايك وده الطبيعي ما تديش رايك خصوصا لا خصوصا في الحالات التحكيمية لان للاسف الشديد بعض المعلقين بيدلوا بدلو في الحالات التحكيمية وهو مش قاري القانون مش قاري مش صح. عارف مش القانون ماشي اساسا يعني هو مش يعني وانت كمان عندك بيت بيجي عندك في الخبير في الاستوديو التحليلي بخبير تحكيم لعبته ومكانه وبيقول رايه خلاص ما تقولش رايك يا سيدي سيبها للناس هي اللي تقولها لكن تبدي رايك وتخلي المستمع ليك والمشاهد يبني رايه وده بيشعل نار التعصب بيشحن نار التعصب تعرف بمناسبه إيه كلام محمود بعد اذنك اتفضل يا اسامه بمناسبه كلام محمود والجزئيه اللي بيقول فيها الناس ليه هنا بتعمل كذا وهنا ما بتقولش كذا النهارده النادي الاهلي تعاقد مع اوجاستي مدرب سله الزمالك السابق ايوه اتقال كل الناس عارفه ان الراجل مشي انتهى تعاقده مع الزمالك ومشي اتقال في الاعلام المصري ما يصحش الاهلي يتعاقد معاه طب انا عايز اسالهم سؤال قد كده صغير كارتيرون ده كان فين كان مدرب الاهلي هولمان كان فين محمود الجوهر الله يرحمه كان فين ما قلتوش ليه ما يصحش لا يا اسامه والله ما تروحش على الحاجات دي بجد والله بالله بالله يعني لا ما تروحش على الحاجات دي بعيد لا يا عم خليه التعاقد مع كارتيرون ده والله يا جماعه عبد الله السعيد كان فين بغض النظر ثواني بس عبد الله السعيد هنقول كان فتره 6 شهور في فتره الريبه والشك والتعاقد لما تعاقدت معاه مع عبد الله السعيد مثلا بالصوره ايه اللي حصل عمل ايه في العمليه النادي الاهلي والهدف كان ايه هدم الفرقه لانه ده اللاعب المحوري بتاع الفريق والهدف الواضح معلش يا استاذ محمود صح كلام حضراتكم مظبوط 100% ولكن النادي الاهلي دائما ما ينظر للموضوع من جهه ثانيه وجهه نظري يعني انا ما بتكلمش باسم النادي الاهلي ولا حاجه ولكن انا دايما بقول وجهه نظري من اللي الواحد بيشوفه وحضراتكم اساتذتنا في الموضوع ده ان النادي الاهلي دائما لما بينظر انا شايف ان الاستاذ جمال فري حر بس كان ماسك مين هو ده ما كانش ماسك خلونا عايزين نعرف ما كانش ماسك مين عامل ايه هو خلونا عشان كده بقول لحضراتكم يا جماعه مدرب نفسه يا جماعه طالما فري مش متعاقد استاذ جمال انت مش محتاج نترجم والله لا يجوز يعني ازاي احنا استاذ جمال المشكله استاذ جمال المشكله ان الادوار دي لا تجوز من نجوم كره قدم عمالقه فيخرج احدهم ليحدث الناس من استوديو يعني لو عارف لو القناة فقوية ولو ان ده شيء ممجوج برضو لكن من قناة عامة عشان يقول وانت تموت نفسك ليه والدوري مش ليك اسماء كبيرة يا جماعة ده لا يعني انت عايز ايه تاني حاجة اسمها المنافسة يتصدر يعني كل التواصل الاجتماعي يا جماعة داير حوالين كلامهم فتكتشف انه الناس تروح واخده بقى مقاطع وكباتن الناس كلها بتحترمها في المعسكرين يقول له شفت ده قال ايه ولا جاب لك الفيديو التاني بتاع اللي قال كنا بنتفق على ضربه جزاء وكذا احنا بنصدر للشارع المصري ايه هو حد عايز يفسد الصناعه دي
وحد مش عايز الجمهور يرجع ولا ايه تقريبا كده. هو الصناعه دي لو بقى فيه اتحاد بجد ورابطه انديه بجد وما استثمرنا فيهم لرفع قيم كره القدم عشان تدر ارباح والانديه. هو النهارده الاهلي بيتواجه لان عنده مؤسسيه حقيقيه. الاهلي يسوق، الاهلي يبيع ويشتري، الاهلي يبني فروع فيستثمر فيفتح ارزاق لناس يعني والله مش كلام كبير ولا لسه المفاجات قادمه كمان. بغض النظر يا كابتن عن المفاجات، البلد بقى بتعمل ايه؟ بقى البلد شغاله في مناحي الحياه كلها. مش مثلا اول حاجه مفاجات قادمه في الناحيه الاستثماريه طبعا يعني. ما انا بكلم حضرتك في كده. عندنا مدينه رياضيه في العاصمه الاداريه، عندنا ملف على مسؤوليتي يعد الان 20 30 كاس العالم، مصر مشاركه مع الشقيقه السعوديه واحنا نشرنا ده والحمد لله وعندنا ما يثبت على كاس العالم 20 30 كدولتين هيتقدموا. وبالتالي شوف الدوله راحه فين وانت اللي ماسك القطاع ده. الا يجب يا رجل ان تتعقل وانك تعرف ان هذه الصناعه تحتاج لوضع قانونها، ولا حد عايز منك قانونها ولا اي حاجه. اوان انك تجيب القانون بتاعها زي ما بنحدث الطرق والمصانع وكل مناحي الحياه. يا جماعه في حد مش عايز الصناعه دي تدور؟ مين النهارده اللي لو كمل النموذج بتاعه هيبقى شيء غير مرغوب فيه لانه سيظهر عورات اخرى دون ان يقصد؟ الحقيقه هو النادي الاهلي، عشان كده بقى لانه هو لا بيطلب سلف ولا بيطلب اي حاجه يا استاذ جمال، دون اي رد على ما يصار هنا وهناك. ايوه انا عشان كده انا وجهه نظري كده، انا دايما كده برضه النادي الاهلي ماشي يعني في سكته عشان كده. معلش احنا موجودين عشان نقول للناس كلام احنا عايزين نشوفها ازاي. مش قالوا ايه؟ انا اقول لحضرتك حاجه بس، انت الفارق ما بينك وما بين اقرب حد ليك بعيد قوي. أيوة. كل حاجه على فكره انا لما باجي اتكلم دايما وانا اتعلمت كده من حضراتكم ان انا لما باجي اتكلم اتكلم ازاي؟ اتكلم بارقام وحقائق عشان ما حدش يطلع يقول لي لا هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ ولكن الارقام والحقائق بتثبت وبتؤكد ان النادي الاهلي في المنطقه، وبعدين اللي بعديه على طول النادي الاهلي، وبعدين اللي بعديه على طول النادي الاهلي حوالي 10 نقعد نقول اهلي 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 مش كلام وخلاص. باختصار يا كابتن اسلام، باختصار شديد، بطولات وانجازات النادي الاهلي اقرب منافس ليك محتاج ربع قرن، وانت في الربع قرن ده في الربع قرن ده انت قاعد نايم. انا قلت على فكره السنه اللي فاتت انا قلت ايه؟ انا قلت ممكن نقفل النادي يعني مجازا طبعا، ممكن نقفل النادي 10 سنين. انا قلت 10 سنين لا ده ربع قرن وهنطلع برضه بفرق كبير. 25 سنه كابتن اسلام تتحدث بقى هنا مش يروح مصغره ويتصور ان انت بتتكلم عشان انت بتحب النادي الاهلي عشان خالص. انت بالعكس كده بقول ارقام انت تتحدث انا بحب النادي طبعا لا بس هي يعني مشجعا، لكن احنا بنتكلم لانه الكلام ده ملايين وبلدنا كلها شباب انت بتاخدهم ولك مريدين يا استاذ وتقول لهم ما انتوا عارفين الاهلي بيعمل ازاي. انت تقصد ايه؟ انت عايز تودي الشباب فين والشارع المصري فين؟ هو طيب عشان عندنا بس فاصل وهذه هي مكمن الخطوره. لكن طيب. انا مطمن لانه الدوله بالفعل تراقب ما يحدث لان المناجم اللي الناس مش عايزاها تشتغل وتدر حصتها في الاقتصاد المصري لا الدوله شايفاها. طيب هنكمل كلامنا لانه كلام مهم جدا، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل مع سلسلتنا الكبار. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال، محمد شريف مش متواجد في مباراه يوم الثلاث، عمرو السوليه مش هيكون متواجد في مباراه يوم الثلاث، هل من الممكن ان يغير موسيماني تفكيره في هذه المباراه؟ لا يعني اعتقد محمد شريف هيبقى البديل بتاعه جاهز موجود. بواليا يعني ده بشكل اساسي كده، وبواليا برضو في الفتره الاخيره يعني ابتدى يعرف الطريق للمرمى و يعني ابتدى النحس اللي عليه ده يفك شويه، فاعتقد ان هو ممكن يبقى بديل يعني كفء جدا. طبعا غياب محمد شريف في رايي انه مؤثر جدا. أوكي. ليه؟ محمد شريف في كل لحظه انت تتوقع انه يجيب جول. منهم اجوان بتتلغي مش مشكله. والله يعني حتى لما بيتلغي له الفار انا بحس ان الفار بمناسبه انت فاهم يعني عنيد قوي يا كابتن بمناسبه الفار يعني يا استاذ جمال انا بحس ان الفار ده رايح لشريف محمد شريف معمول له هو معمول لشريف يعني بس عارف هو في ميزه بقى هو دايما على المحك وما بيفقدش الامل. يعني في لاعب ممكن يخاف من الاوفسايد لا هو محمد هو لا. بيبقى موجود
ممكن يتحسب مره فالفار يلقطه كان هو ما بيخافش انه يهرب منه بيجيبه غيره ما شاء الله عليه الفار يتلكك له في لعبه انما في لعبه هيفلت وده حصل في ماتشات احنا عارف حضرتك برده عشان ما نظلمش الناس لازم الحكام تحديدا يعني بمناسبه الكلام اللي كنا بنتكلم فيه من شويه لازم برضو نتكلم عن قصه التصوير علشان ما نبقاش بنظلم حد احنا ده منظومه ده في ايدهم والله اجيب لحضرتك كابتن اجيب لحضرتك في اي حلقه مش التصوير بس يا كابتن التصوير لا مش التصوير بس كابتن القدره على تحليل الصوره والله العظيم يا كابتن يا كابتن اسلام القدره على تحليل الصوره لا والقدره على تحليل الصوره ما هو تركيب يا استاذ محمود التركيب حق اصيل للمراقب يا كابتن انا جايب لحضرتك البروتوكول التركيب حق اصيل للمراقب وطاقم التحكيم عندهم الورق ده مترجم انا مش بألف لازم يتعمل كده غير كده البيت يقع بص هو مشكلتنا في فار وفي نص فار مشكلتنا الفار يقع والله الفار تطبيقه له بروتوكول زي ما هو هو جزء من القانون اسمه بروتوكول فيديو الحكم المساعد لما الراجل اللي قاعد في اوضه الفار يقول للحكم بتاع الملعب هو بيستعين بيه يقول له باين فيها فاول يعني ايه باين ما هو انا في الاخر عايز يقولوا له يعني قالوا له ان فيها فاول استاذ جمال انا نفسي اقطع القصه دي بمعنى ايه واحنا برضو بما اننا بنتكلم عن الشكل احنا اللي يهمك في الاخر ايه العداله يطلع مظبوط العداله طبعا البلد. طبعا العداله ايوه البلد. ايوه البلد. طبعا الضمير نعم الضمير طبعا ما هو البلد الضمير في الاخر هو في مشكله الناس كلها شغاله عليه دلوقتي في مشكله شويه حصلت في تطبيق تقنيه الفيديو الحكم المساعد في مصر الاستعجال في تطبيقها ان الناس كانت عايزه ما هو ده اللي انا عايز اقوله لك الناس كانت عايزه اللجنه اللي فاتت اللي كانت بتدير كانت عايزه تعمل انجاز وقالت انه الفار هيتم تطبيقه من الدور الثاني ولكن واستعجله الحكم الفار لازم ياخد كورسات كورسات غير طبيعيه دلوقتي اللي بيحصل ايه برضو عشان برضو انا اتكلمت في الموضوع ده الاسبوع اللي فات واتقال لي حد كلمني مسؤول يعني وكلمني وقال لي قال لي يا كابتن اسلام احنا عندنا 21 حكم فعلا منهم 20 حكم رايه و22 حكم منهم 21 حكم صفاره وواحد بس حكم رايه عشان ده المشكله كده عندنا في الاوفسايد لو تاخد بالك احنا عندنا في الاوفسايد بتقف كتير قوي ممكن تقف دقيقتين ثلاثه لا مشكله الاوفسايد في العده لان ده بص غير احسن غير العده لا ده بجد احسن احسن حكام في مصر يا كابتن حكام الراية المساعدين بس انت عندك واحد بس اللي موجود واخد لايسنس واخد رخصه الفار ايوه هو ده اللي بيحصل ايه بقى اللي عنده ترخيص هو واحد طبعا لكن اللي انا بقوله ايه بقى اللي انا عرفته يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده انه الان بيتم الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بمعنى ايه ان في 21 انا بس بفتكر الارقام 23 حكم صفاره داخلين بيعملوا كورسات الفتره دي عشان ياخدوا اللايسنس معهمش ايوه و20 حكم راية داخلين علشان يعملوا الفتره دي بحيث ان الدوري الجديد ما يبقاش عندك 20 حكم ولا 21 حكم لا هيبقى عندك 60 او 55 مثلا واربع حكمات كمان انت فاهم فده بنعتبره تطوير ده بناء على الكلام اللي حضرتك بتقوله انت بتتكلم فيه مع تطوير عندك انت مع تطوير الزوايا ظبطت كل حاجه انت ظبطت كل حاجه في الفار تمام من الناحيه الفنيه ايوه كاميرات وزوايا وكل حاجه زي الفل طبعا يبقى بقى شخصيه الحكم الالوان ايوه الراجل اللي بياخد القرار يا جماعه الألوان. شخصيه الحكم اللي هو حكم الملعب الحكم الرئيسي هو لما يكون عنده القدره انه يتخذ قرار بياخده وما يخافش هو سيد القرار يعني يا رئيس الفار هو سيد القرار على الفار. سبيل المثال بسرعه في لعبه علي معلول اللي هي دخلوا على الفار وبتاع اللي هي حسبها قبلها بست اشهر او قبلها بست مرات الاسماعيلي علشان ديانج بس ما انا هقول لك بقى ليه اتخبط يا اما عشان ديانج ضغط كمان عفوا يا ذكي قوي ديانج على فكره يا اما الراجل ياخد قرار الحكم كان مين الحكم يا استاذ عصام محمد الحنفي محمد لا لا محمد عاشور كان على الفار لا بتكلم على الحكم الحنفي الحكم كان المفروض ياخد من الاول في فاول لصالح ديانج مظبوط ازاي اصلا انت ما بقاش تقديريه هي فاول واضحه دي مش لعبه تقديريه حتى لما لا اقول لك يعني حضرتك تقصد ان هو لو حتى لو خد القرار بان ده فاول خلاص الموضوع انتهى اقول لك بقى افكرك بقى ده هيلعب هيلعب رغم ان هي فيها فاول في حتتين طيب في الرجل وفي الزق معلش عشان احنا وقتنا انتهى اللعبه اللي عليها شك اللي هي بتاعت علي معلول كان بامكان حكم الملعب حكم المباراه ان يتخذ القرار لان اللعبه تحمل الاحتمالين مظبوط من حقه انه كان يحتسب دي فاول
لصالح علي معلول استاذ محمود او وخلصنا استاذ محمود ده ما سفرش اصلا انا بقول لك شخصيه حضراتكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله نتكلم في قصه التصوير التلفزيوني لانها قصه مهمه جدا بس لو حضرتك عايز نتكلم بس هستاذ حضرتك الزملاء طبعا معاك زملاء سوبر صحفيين لازم نجيب البروتوكول مترجم مش هنوصل للناس يا كابتن يبقى معانا ليه بقى البروتوكول يا كابتن اولا احنا ما عندناش الا واحد بس مع رخصه الرخصه من 6 لـ9 شهور وانا موجود واتحاد الكوره موجود كابتن الشناوي موجود والكابتن سمير عثمان موجود يا اما ياخدونا يا اما يردوا علينا انا بتكلم كلام حقيقي يطلعوا البروتوكول يا كابتن ويقولوا لنا هل ما نراه هو البروتوكول اللي تستحقه مصر اللي عملت الفقاعه وعملت كل الاشياء دي صح ولا ايه هو البروتوكول ده بالمزاج معلش لا لا خالص عشان كده قلت لحضرتك قلت لحضرتك ده ضمن القانون قصدي لحضرتك خلي بالك يا كابتن اسلام انت هنا داخل في مشكله في منتهى الخطوره اللي هي الشخصيه ليه بقى لانه بدا لا هقول لك ليه هقول لك ليه يا فندم هقول لك ليه لانه بدا بعد الحكام بعض الحكام بداوا يعتمدوا في قراراتهم على الفار فساب الفار هو اللي حركه يمين مش ايوه يرموه على بعض عموما ده كلام مهم جدا يا اسامه اخيرا اخر حاجه وما تقوليش نورتنا اقولها اخدت حاجه هقول لك نورتنا هو ليه بيخش لا اللي هي الوقت يعني هو ليه بيخش يعتمد على الفار لان هو معهوش بروتوكول هو معهوش مش معهوش الواجب طب حضرتك هتجيب لنا انا هجيب لك البروتوكول الاسبوع الجاي أرجوك. وهو مترجم وعندي النسخه العربي النسخه العربي قبل ما تمشي هيسيبها معايا لان احنا كمان بعد شويه نروح عاملين ايه بقى يعني ايه اتحاد كوره هو الاعضاء لازم لعبه والله ما حد لعبه في الدنيا غير هنا ولا في التحكيم في حد لعبه حلو جدا واقول لك ايه عندنا احسن لايمنات في العالم ده بجد منهم الاخوجي ليه؟ لأن دي تعليمية بينما التحكيم بياخدوا انه لاعب وهو ولا لاعب ولا حاجة. أستاذ أسامة اتفضل اتفضل عشان عايزين حتى اتفضل أستاذ أسامة. عندي رسالة للجمهور بس قبل الرسالة للجمهور أتمنى إنه مع تطبيق تقنية الحكم المساعد الفار بشكل جيد إن كل التعديلات اللي تطرق على القانون بما فيها التفاسير يتعمل دورات تثقيفية للسادة المدربين الإداريين اللعيبة عشان يبقى فاهم والإخوة المحللين ممكن أقول حاجة صح بس ممكن أقول حاجة سريعة جدا عندنا في قطاع الناشئين بيجيبوا حكام كبار باسماء كبيره جدا بيشرحوا الناشئين فين في النادي الاهلي شفت انا بقول لك يعني عندنا في النادي الاهلي عايز من الجاد فازر ده معناه ان انت بتاسس صح المجموعه قدام يعني كابتن خالد بيبو كنا لسه بنتكلم في النقطه دي تحديدا قال لي انا بجيب كل شهر حكم يجي يتكلم مع اللاعبين في امور معينه ممكن تكون علشان يبقوا فاهمين ان قد يكون حدث جديد او تعديل قانون جديد تعديل او لائحه جديده تعديل انت هتبقى مجروحه في خالد بيبو طبعا انت عارف طبعا لكن انا رحت زرت قطاع الناشئين في النادي الاهلي لا طبعا نقله ثانيه لكن ده احنا بقى نتكلم فيه في وقت تاني انا رحت الساعه 5:30 5:30 لقيت الدنيا كلها موجوده وعايشه وكل حاجه تمام. الرساله الاخيره بوجهها لجمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي انت الدرع والسيف بتاع النادي الاهلي حتى لو مش موجود في المدرجات انت موجود على السوشيال ميديا من فضلكم اتحدوا ما تنقسموش خليكوا ورا الفريق وجمهور والنادي الاهلي عمره ما بيعرف المستحيل خلي ورا الفريق وما تسمحش للمندسين انه يخش بينكوا خليكوا زي ما انتوا الدرع والسيف تمام. وفي الاخر هيكون ان شاء الله الدوري ده دوري الجمهور يا رب ان شاء الله استاذ جمال استاذ محمود عايزين تقولوا حاجه سريعه جدا انتوا برضو اللي فاضل لكم كلمه وكلمه لينا كلمه اخيره برضو مش هزود كتير على كلام اسامه بس هي فعلا لغايه اخر لحظه طبعا لغايه اخر يوم 27/11 بص دي اللي اقدر اقول لك فيها بقى الاهلي خد الدوري او ما خدوش بالظبط كده لغايه كده ما حدش يكلمني ها ويقول لي انا متصدر ومش متصدر اللي هيكسب في الاخر هو اللي هيبقى يوم 27 الساعه 11 بالليل الساعه 11 بالليل استاذ محمود البطل طول عمره ما بيرميش الفوطه زي ما بيقول البطل بيلعب حتى اخر وقت البطل هي شخصيته كده صح مع مدار حكايات الاهلي نقدر نطلع منها كلام كتير تقف قدامه يصيبك بحاله من الجنون مظبوط في مواقف ولحظات صعبه جدا اعتقد انه جنون الحب الفرقه طبعا اعتقد الفرقه واعتقد موسيماني واداره الكوره ومجلس الاداره ما اتاخرش عن حاجه بقول لسه في جهد وعمل كبير جدا مباريات صعبه جدا محتاجه حتى صافره النهايه ما زال الدوري في الملعب
ما زال الدوري في الملعب وما زال البيت الكبير متواجد دايما مع حضراتكم كل يوم ان شاء الله. بكره اشوف حضراتكم. انا طبعا بشكر اساتذتنا الكبار استاذ جمال استاذ محمود استاذ اسامه، تروح وترجع بالسلامه ان شاء الله استاذ عصام. بشكركم شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره في تمام الساعه 11 بكره ان شاء الله، حلقه بتبقى متاخره شويه بنبدا الساعه 11، فاشوف حضراتكم بكره ان شاء الله. اشكركم ان شاء الله، التقي مع حضراتكم بكره على خير. شكرا جزيلا.